هنا طبعا ايه الانتي بيوتيك اللي انا شرحتها ديت معظم انتوا خدوها قبل كده، بس انا مش هسيبك كده، هراجع لك عليهم عشان ما تقولش والله ده انا خدتهم قبل كده ونسيت. لا هراجع لك، وبرضك لو في سؤال ام سي كيو او حاجه وهقول لك طريقه وضع السؤال، لو انا في الجزء ده حطيت سؤال احطه ازاي. هنا هديك انا كم انتي بيوتيكس كلها بتشترك ان هي عندها بيتا لاكتام رينج، وان هي بتنهبت الكسيبورسيس. طيب هنا البيتا لاكتام انتي بيوتيكس زي البنسلين وزي الكيفالوسبوري وزي الكاربابينوس والمونوبكتيريا. البنسلين بيشتغل ازاي؟ بيديفيوز لغايه توصل لست معينه اسمها بنسلين بايننج بروتينز ويمسك فيها يوم انهبت زي ترانسبورت دايجيشن رياكشن which is the last step in cellular cells. وبالتالي بينهبت السيلول سيلز. Very simple. فاذا ما اللي انت كنت بتسعى البلازما فاكت اهو. طبعا هنا مع الوقت البكتيريا بقت تفرز انزيم اسمه بنسلينيز انزيم او بيتا لاكتينيز انزيم. الانزيم ده بيعمل ايه؟ بيكسر بيتا لاكتينيز. واحنا عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ وقفنا لا نعطيك كربريك اسيد رحنا عملنا ادويه تو انهبت ذا بيتا لاكتينيز وحطيناها مع البيتا لاكتاميز. ايه الادويه اللي بتنهب البيتا لاكتاميز؟ كلوجلونيك اسيد سلفاكتام تازوباكتام. اعمل لها كومباينيشن مع البيتا لاكتام انتيبيوتيك وبكده تقدر تاثر على البيتا لاكتاميز واحد. هنا البنسلين بقى قسمناها الى نارو سبيكترم بنسلين زي البنسلين جي والبنسلين في، ده بيتاثر بس على جرام بوزيتيف. النوع ده بيتكسر بالجاس اسيديتي يبقى لازم اديه باي دي باي انجكشن. النوع الثاني بنسلينيز ريزيستنت بنسلين زي ايه؟ زي البي سي سيلين وداي بروكسي سيلين. النوع ده ليس اكتف اجينس بكتيريا سيلز و ميسو بقى اللي هي المجموعه ديت اللي هي ما بتتكسرش في ثلاث لبيس. انما الادويه دي كمان فيها ميزه اخرى ان هي ما بتتكسرش من جسر الكاسيديتي وبالتالي ممكن فيها ايه؟ اورالي. المجموعه الثالثه اللي هي برود سبيكترم. البرود سبيكترم اللي هي بتقص على الجرام بوستيف والجرام بس هي لما بتتكسر فيها الكبيس، ولكن فيها ميزه برضه ان هي اسيد ستيبل ممكن اديها هو. المجموعه اللي بعد كده اكستندد سبيكترم يعني بتاثر على الجرام بوستيف والجرام نيجاتيف وتاثر كمان على السودومونس زي البيبرا سيلر وزي البرتين سيلر. دي الادويه اللي بتتكسر بالبيتا لاكتاميز. في منها بيتكسر بالجاس اسيديتي ولازم اديه باي انجكشن زي البيبرا سيلر، وفي منها اسيد ستيبل ممكن دي اورال زي الكاربينس. طيب ايه الادفيرس افكتس هو بنسلين؟ اهم حاجه هايبر ستيبل. ممكن يعمل انافلاكسيس وتش بي فيتال. انت عمال تهزر بره وساب المحطه. سامع صوتك من ممكن يعمل هاي دوز او بنسلين جي، ممكن يعمل ابيليبسي سيزون، ممكن كل انواع بنسلين بتعمل اكيوت دنتال سيشن انفايتس خاصه البي سي سيل. لو تاخد اورال ممكن تعمل جي اي تي ترابلز بين بين اساسات. هنا برضك يحضرني سؤال، لا ممكن اقول لك ويتش اوف ذا فولو is early sign of penicillin toxicity. Which of the following is early, early side effect of penicillin? وراح قايل لك constipation مش عارف انوريكسيا وبتاع وحاطط لك فيهم سكين راش. يبقى انت تختار ايه؟ سكين راش. برضك ممكن احط سؤال تاني في الجزئيه دي. اموكسيسيلين اقول لك ويتش اوف ذا فولوينج
is not, خد بالك من النوت ها, is not a recognized toxicity of ampicillin. يعني ايه من اللي اتي ليس توكسيستي للامبيسيل. واقول لك حاجات كتير منها, اقول لك فينتريكولا فيبريليشن, الامبيسيلين ما بيعملش فينتريكولا فيبريليشن. ها يبقى احط لك بقى سؤال, اقول لك ايه which of the following is not a recognized. انت عمال تضحك بره, تضحك بره؟ لا في سنه رابعه. ما انت كنت فين؟ كنت سميع. اقول لك which of the following is not a complication of ampicillin toxicity. فاحط لك خمس خيارات منها, احط ايه الفنتريكولار ايه فيبريليشن, الامبيسيلين ما بيعملش فيبريليشن. عرفت الاسئله ازاي بتيجي؟ قاعدين مستنطين ولا لا؟ of ampicillin. هنا غالبا بيبقى فيه كروس الرجي ما بين البنسلين وما بين اذر بي تلاتان انتي بيوتكس. الكيفالوسبورين ده يعني في منها اربعه جنريشن, في الفيرست جنريشن زي الكيفالوسين زي الكيفازولين, دي بتاثر ميلي على اجراء بوزيتيف ومور ريزيستنت بي تلاتانيز زي البنسلين. في سكند جنريشن زي الكيكروجين وزي الكيكروسين, ودي تاثر على الجرام بوزيتيف وبعض ايه جرام نيجاتيف. في ثيرد جنريشن زي الكيفترايكزول وزي الكيفوتاكسيمي زي الكيفتازيديني, دول بيبقى ليس اكتف اجينست جرام بوزيتيف انما مور اكتف اجينست جرام نيجاتيف. والكيفتازيديني ده بينها ممكن ياثر على سودومونس جلوكوز. الفورس جنريشن زي الكيفيبيني ده بيأثر على جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وعلى سودومونس. يعني هو انا يعني في بعض الاحيان كاتب لك مثالين, في بعض الاحيان كاتب لك مثال واحد, فانت يعني رأفة بيه اللي انا كاتب مثالين تحفظهم, اللي هو انا كاتب مثال تحفظه. يعني هو كل مجموعه هتلاقي مثلا ايه من اكتر من 10 ممبرز في كل مجموعه. لا انا مختار لك الاشهر 10 مثالين في كل مجموعه او 10 مثال. يعني ليه في الفورس جديشن اكتفيت بمثال واحد كيفي دي عشان ما تتلخبطش. هو في فيفث جنريشن بس انا ما ذكرتهاش بردك عشان ايه؟ عشان ما في فيفث جنريشن يعني خمسه, هم خمسه جنريشن. طيب السايد افكت بتاع الكيفالوس بولون بيشبه البنسلين زي ايه؟ هايبر ستيتي برضه في الجاهليه وبترفع الليبر انزيمز الفيبروسيكوزيس انترسيشن نيفرايتس كل ستاتيك هيباتايتس. هتقول لي احفظهم كلهم؟ وات از ذا انسر؟ لو انا حددت لك قلت لك مثلا منشن 3 مين ادفيرس افكتس تقوم تقول لي 3 مين. لو انا قلت لك منشن 2 مين ادفيرس افكتس لو انا ما حددت لو ما حددتش تقوم انت تذكر ذا مين سايد افكت اللي انت تعرفه. فانكومايسين, فانكومايسين ده بيأثر على الجرام بوزيتيف وبرضك بينهبت السيل وول سينسس. ممكن ادي اورال ممكن ادي انترافينس. ادي اورال عشان اعالج الانتستان اللي فيه, هو ما بيمتصش يشتغل لوكالي في الجي اي تي ويعالج الانتستان اللي فيه. لو اديته انترافينس في حالات سيريس سيستميك انفكشن كوز باي جرام بوزيتيف. اهم سايد افكت ان بيعمل هو ريدمان سندروم اللي هو كوتينس فاستو دايتيشن وممكن يعمل هيفوكوسيس. الباكرو رايس بقى قلت لك السؤال اللي ممكن يجي فيه ها, انا ممكن احط سؤال تاني اقول لك مثلا ايه كليندامايسين. اقول لكم عارفين كليندامايسين؟ الكليندامايسين ده هو مش ماكرو رايس انما كيميكال ريليتد تو ماكرولايز. يبقى اقول لك كلام كليندامايسين
تركيز وراح حاطط لك ايه خمسه اوبشنز. اقول لك مثلا is chemically related to macrolides, مثلا is في cross reactivity ما بين clindamycin و other macrolides. هم انت تختار ايه chemically related. اظن انت ايه ما سبتش اي جزئيه لما قلت لك لو هحط سؤال هحطه ازاي في الجزئيه دي. فاذا انت انا كده بساعد انا عارف انك مضغوط فايه بوجهك للنقط الفنيه في كل محاضره اللي تاخد بالك منها. ولو سؤال بقى في المونيتد او ديزاين هيبقى ديزاين ازاي في الجزئيه في كل جزئيه من الماكرو رايتس زي الهيروسوميسين والزيسوميسين والبليريسوميسين دول بيمتصوا اورالي. كمان ميزه الزيسوميسين ممكن يتاخد اي في. الريسوميسين والبليريسوميسين دول انزيم انهبيتور دول ايه انزيم انهبيتور وبالتالي ممكن يحصل معاهم دراج انتراكشنز. انما الازيسوميسين لا الازيسوميسين نو دراج انتراكشن مع الازيسوميسين الزيسروميسين ما هوش دراج انتراكشن. الصدفه ممكن برضه يعمل الرجي والستاتيك ابيتايتس. الدراج انتراكشن قلنا مع الريسوميسين وايه والكلاريسوميسين ان هم بينهبت الديزاين للسيب 3 اي 4 وبالتالي الدراجز اللي هي متوبلايز باي سيب 3 اي 4 واتاخدت مع مثلا الريسوميسين من ايه مش الميتابوليزم بتاعها مش هيحصل فالدراج ليفل في البلاد هيزيد يزيد زي ايه زي الجوكسين والجوكسلويد والكارديوفازيبين والبالدوين والسايوبيلين والورب. انما الازيثروميسين معهوش دراج انتراكشن. البوني روز قلنا قسمناهم الى مجموعتين فيرست جنريشن السيبروفلوكساسين مورفلوكساسين موفلوكساسين ديفلوكساسين لوموفلوكساسين دول بتاثر اكتر على الجرام بوتاجرام نيجاتيف. السكند جنريشن ليجولوكساسين سبورفلوكساسين جيلوكلوكساسين موكسيكلوكساسين ميدي كلوكساسين دي بي ايه قال تاثير على الجرام بوست. وقلت لك السؤال يجي ازاي؟ قلت لك عيان عنده طف وسبيوتم عملت له سبيوتم كالتشر لقيت هو عنده جرام بوست كوكاي. ويتش اوف ذا فولوينج كونيرونز كان بي جيفن تو ذيس بيشن. احط لك اربعه من دول احط لك اربعه من دول واحط لك مثلا ايه واحد ايه وما انت تختار ايه؟ الكونيرونز كلكم عارفين بتشتغل ايه؟ اللي كنت بتسال في الريزم فاكر بتشتغل بالدي نيبايليز وتوب ايزوبلوسكو. هي بكتيري سايدر بتاثر على جرام بوست بكتيريا زي اللي هو الليكوكسسين والميكوكسسين والموكسوكسسين. اقدر اكتب اجينس السيركو في بس السكند جينيشن اللي ممكن تاثر على الجرام بوست. وممكن تاثر على الايتيميكال اورجانيزم زي المايكرو بلازما وتتاخد اورال ممتاز كويس وايد اكسكريتد باي ذا كيدني معظمهم وفي منهم بيخرج عن طريق الليفر زي الموكسين بروسيسين والبيت بروسيسين. ايه السايد افكت ده؟ للبولنيرونز كنت بتسال هل اذكر كلهم ولا لا؟ يعني انا قلت لك مثلا 3 مين ادفيرس افكتس عملت كل بتعمل جي اي تي كراترز تعمل كراترز تلبي نايتس ده رايت في كاسه اكتر في الاولد ايج ممكن يحصل منه رابتشر. لو اقول لك الكونترا انديكيشن للبونيروز ما تديهمش ستات حوامل والاطفال اقل من 18 سنه عشان ده مثلا ما تديهمش دي حوامل واقل من 18 سنه. دوكس ساكرين ده بينتمي لمجموعه التوتال سايكل ده لونج اكتف سايكل. بكتيريو ستاتيك اكتف اجينس جرام بوست وجرام وبرده في اثار تيبيكال في تيبيكال بكتيريا زي المابس سيلز بينهب بروتين سينثيسيس باي باي 30 اس سب يونت بيمنع اديشن من اسيد وزبرون والدايتشن. السايد افكت برضه جي اي تي موز افوكتنج ان هو ممكن يعمل سكندري انفكشن هي بينهب النورمال انتستانا فلورا يعمل سكندري انفكشن على البوموتيز بيترسب في البوموتيز وبالتالي ما تديهمش للاطفال والحوامل. نفس على الكدني والليفر ممكن يعمل كدني دامج وليفر دامج. يبقى انا ممكن اختار سؤال. بص
خد بالك اصل دي نقط فنيه ونقط كلينيكال اوف امبورتنس كلينيكال امبورتنس. لو انا قلت لك انت عيان اضطريت تديله تيتراسايكلين لارج دوز لمده مثلا 3 اسابيع which of the following side effect is expected. كأني عايز اقول لك لو اديت تيتراسايكلين لارج دوز في البرونج بيريود ايه 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 اشهر سايد افكت ممكن يحصل؟ اروح هتطلع انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ محمد. سيدنا محمد بن علي شاطر. فعلا لو انا اديت تيتراسايكلين لارج دوز في البرونج بيريود ممكن يعمل ليفر نكروسس. يبقى ايه اقول احط لك 5 اوبشن ومنهم ايه؟ ليفر نكروسس وانت تختار ايه؟ ليفر نكروسس. شفتوا سؤالي ازاي يجي؟ انا عايزك تبقى مصحصح. لو انت بقيت مصحصح في محاضراتي هتضمن الاسئله في الامتحان. في منكم بيسمع بالستار كده ومش فاكر فاكر ان انا واقف اقول اي كلام ومش هيجيب حاجه بتاع كل كلمه بقولها وايد الاهميه. اقعد ها وركز واهم حاجه اول ما تروح اقرا المحاضره عشان المعلومات تثبت في ذهنك. لو كده هتخش الامتحان وانت مغمض هتجاوب. المانوجلوسايتس بقى اشهر ممبر فيها اللي هو الجنتامايسين. المانوجلوسايت بتشتغل ان هي مايكرو 50 اس ريبوزوم سبيوت انت لازم الموديول سيس بتشتغل بس على جرام نيجاتيف يمكن بعض الجرام بوزيتيف يمكن ليها بعض الايفكت على 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 الستاف انما مالهاش ايفكت على السليف وملهاش افكت على الانيروبيك بكتيريا. تصف بس على اليوروبيك ها؟ ملهاش افكت على الانيروبيك بكتيريا. الافكت بتاعها جرام نيجاتيف. عشان كده هي بتستخدم في علاج سودوموناس ارجنوزا. افكت تجيب سودوموناس ارجنوزا. سايد افكت بوتوكسيستي وبوتوكسيستي وكونتراديكيشن كريمز. قلت لكم السؤال ازاي تيجي هنا في الجزئيه دي؟ ويتش اوف ذا فولوينج دراج از فوتوتوكس. قلت لك 5 دراج ومنهم ايه؟ الجنتامايس. ايه ده احنا خلصنا. نقول بالمره بقى السيرابيوتيك بتاع الاسباتي. عندنا اختبار 19. عندك اختبار 19؟ عندنا كل